من المسائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في هذه العشر، واعتكف الصحابة رضي الله عنهم معه، وكذلك اعتكف نساؤه. ولذلك يستحب للنساء أن يعتكفن إذا أمنت الفتنة وتيسر الأمر، إن لم يتيسر فليكن بالليل. لو أن المرأة دخلت بالليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر والفتنة مأمونة ولم تضيع واجبا من واجباتها البيتية، فإن هذا من السنة بفعل الصحابيات رضي الله عنهم.